لبنان كيف يواجه أزمة النازحين السوريين والازدياد المضطرد لأعدادهم؟ ما هي تداعيات هذا النزوح؟ وما هي الخطوات المفترض اتخاذها لمواجهته؟ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس وسفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا إخورست يتناولان في انترفيوز واقع النازحين وكيفية معالجة الأزمة. وفي الحلقة أيضاً إطلالة على مشروع بلو جولد للمياه والاعتراضات المسجلة ضده، والمواطن المتمرد ميلاد أبو ملهب، ما هي الرسالة التي أراد إيصالها عبر ارتدائه حزاماً ناسفاً مزيفاً؟ انترفيوز مع بولا يعقوبيان الليلة الساعة 8:30 على المستقبل، بالاشتراك مع البنك اللبناني الفرنسي. كل رأي بيستحق ينسمع وكل طموح حدا يآمن فيه. البنك اللبناني الفرنسي راعي طموحاتكم وانترفيوز.